مباراة المنتخب المصري والمنتخب الملاوي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا. لكي تشاهد المباراة ما عليك فضل التطبيق على كل شراء القناة، وشكرا لكم مسبقا. ملعب المستضيف للمباراة ملعب بن كوناسيوناي ستاديوم. توقيت المباراة سوف يكون في 8 الساعة 2 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 3 بتوقيت قطر والسعودية والإمارات، والساعة 1 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. أما بالنسبة لقنوات النقل المباراة قناة بي ان سبورت 4 بتعليق علي محمد علي. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصة الجرس الكل لكي توصل دائما بمواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة، ونضربكم موعد في موعد قادم.